في سنة 2016 فريق وثائقي راحوا لبيت هذا الشاب عشان يتحققون من ادعاء غريب كان يدعيه. ادعاء معظم العلماء كانوا يقولون انه مستحيل. الشاب هذا يدعي انه عنده القدرة يتذكر كل يوم مر عليه في حياته حتى لو سألته عن يوم صار عمره 3 سنوات. فالفريق الوثائقي اختبروه، عطوه تواريخ عشوائية، وكل ما عطوه تاريخ كان يقولهم اي يوم من ايام الاسبوع هذا التاريخ، يعني ان كان خميس، جمعة، سبت او غيره، ويقولهم شو كانت حالة الطقس، ويقولهم الاحداث اللي صارت وياه بالضبط في هذاك اليوم. عارف اول فكرة بتخطر في بالكم؟ نصاب او في خدعة في الموضوع. بس في هالفيديو بنتعرف على قصة هذا الشاب، وصدقوني بنشوف أدلة وأشياء بتخلينا نحس إن عقولنا فيها شيء ناقص. في هالفيديو بنشوف حالة أغرب من الخيال. السلام عليكم، معكم بدر. شو رايكم لو رجعنا بالزمن؟ تخيل نفسك ملك على عرش، عندك امبراطورية وجيوش تديرها. هذه الاجواء اللي تقدر تعيشها في لعبة تحدي الملوك، راعي فيديو اليوم. في اللعبة هذه انت ملك، عندك جيوش وقلاع، كل هذه العناصر تجتمع عشان تقدم لك لعبة استراتيجية ممتعة تعيشك عالم ثاني. شوف جمال اللعبة والرسومات، شوف مملكتك هني، هذه قلعتك وجنبها قلعة الاميرات، وتحت هني المناجم والمصانع، وعاد على اليمين هني جنب الشلالات هذه قاعة القادة. تدخل هني تحصل قادتك، من بينهم شخصيات تاريخية معروفة، وعلى راسهم صلاح الدين، طبعا لازم تشتغل عشان تجيبه. طبعا في لاعبين غيرك في اللعبة ملوك مثلك، فلازم تصنع صداقات وتحالفات مع هذيل اللاعبين. تقدر تتعرف على اللاعبين بالشات وتنضم لتحالفات جبارة. وطبعا في احداث كبيرة دائما تصير في سيرفرات اللعبة، حروب يشاركون فيها اكبر التحالفات والملوك في اللعبة كلها، وانت لو شديت حيلك راح تصير واحد منهم. لعبة تحدي الملوك في داخلها بعد ألعاب مصغرة تقدر تكسب منها مكافآت وجوائز بدون ما تخسر لا جنود ولا موارد، حرفيا بس تكسب. اللعبة مناسبة للكل، يلعبها الصغير والكبير والولد والبنت، أي حد ممكن يبدع فيها ويكسر الدنيا. اللعبة متوفرة بالمجان على كل الأجهزة، والروابط تحصلونها تحت. قصتنا اليوم تتكلم عن الذاكرة، عن ناس عندهم القدرة انهم يتذكرون تفاصيل عجيبة من احداث حياتهم، تفاصيل صارت قبل 10، 20، 30 سنة. طبعا في ناس يقدرون يدربون ذاكرتهم ويوصلون لمستويات عالية، حفاظ القرآن مثلا، في بعضهم حتى يقدرون يحفظون بارقام الايات، في بعضهم مجرد بس تعطاه كلمة يقدر يتلو عليك الاية كاملة. بس هذا كله بالتدريب قاعدين يطورون هالقدرة. بس اللي بنتكلم عنه اليوم ما يعتبر قدرة حفظ، وإنما يعتبر قدرة ذاكرة. بتقولوا شو الفرق؟ الفرق إن الحفظ هو إنك تركز على الشيء عشان ينحفظ في ذاكرتك، أما الذاكرة أو التذكر فهو مجرد استرجاع شيء مر عليك في حياتك ما كنت قاصد تحفظه. هذا الشاب اسمه أوريليان هايمن، عايش في بلد ويلز اللي هي جزء من المملكة المتحدة بريطانيا. أوريليان يدعي ان عنده القدرة يسترجع احداث صارت من السنين الطويلة، حتى من لما كان عمره 3 أو 4 سنوات. فريق من المنتجين والمصورين الوثائقيين راحوا له عشان يوثقون حالته ويختبرون هل الادعاء هذا صحيح ولا مجرد نصب وكذب، لأن حتى العلماء ما كانوا متخيلين ان هالشيء ممكن. 20-year-old Aurelian claims to have a power that scientists didn't believe humans could possess. I've never met anyone who's been able to do what I do. Put simply, Aurelian is the first British man to say that he doesn't forget his past. It just seems like there's just no gaps at all. I can just see it all. الحين حتى احنا الواحد منا لما يقعد يفكر في الموضوع بيقول لا مستحيل، اكيد ان هذا الشخص قاعد يكذب او يختلق ذكريات. فالفريق الوثائقي اول شيء يختبروه هو التواريخ والايام، يعني مثلا يعطونا تاريخ معين وهو يقولهم اي يوم من ايام الاسبوع كان هذا التاريخ. يعني مثلا يسالونه شو كان اليوم بتاريخ 20 ابريل سنه 2012، فيقولهم كان يوم الجمعه. طبعا في ناس عندهم القدرة هذه متدربين عليها، إذا أعطيتهم تاريخ معين يقدرون يحسبونها رياضيا ويعطونك اليوم، ومع أنها القدرة بحد ذاتها يعني شيء مذهل، لكن ما كانت دليل قاطع أن أوريليان
عنده القدرة اللي يدعيها، قدرة انه يتذكر تفاصيل حياته من لما كان صغير. فهني الفريق الوثائقي بدأ يعطونا تواريخ عشوائية ويسألونا عن الأحداث اللي صارت في التواريخ. مثلا سألوه عن تاريخ 17 يونيو سنة 2008، فأول شيء قال لهم ان اليوم هذا كان يصادف يوم الثلاثاء، وفعلا صح كان يوم الثلاثاء، وقال ان هذا اليوم كان أول يوم بعد ما أدى امتحان الثانوية العامة. وفعلا الفريق الوثائقي راحوا وشيكوا على تاريخ الامتحان في الثانوية العامة وحصلوا أن كلامه صحيح، الامتحان صار قبلها بيوم. كمل أوريليان كلامه وقال أن في هذا اليوم كانت غرفته مبهذلة، فقضى معظم اليوم يرتبها، وبعدها في المساء طلع ويا عائلته لمطعم هندي وأكلوا كاري، وقال إنهم بعد ما رجعوا للبيت قعدوا يشوفون برنامج حواري مباشر على التلفزيون، وإن واحدة من اللي يقدمون هذا البرنامج كانت فنانة كوميدية اسمها جوان ريفرز. هذه الكوميدية انطردت من البرنامج لأنها قالت كلمة سيئة. الحين الفريق الوثائقي ما يقدرون يشيكون على سالفة إنه قضى اليوم يرتب غرفته وإنه بعدين طلع مع عائلته لمطعم هندي، لكن السالفة الثانية إنه شاف برنامج على التلفزيون وشاف فنانة كوميدية معروفة تنطرد من البرنامج، فهذه يقدرون يشيكون عليها بسهولة. فراحوا وسووا بحث بسيط في جوجل، وفعلا هذه الفنانة الكوميدية اللي اسمها جوان ريفرز انطردت من البرنامج في هذاك اليوم، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2008. هني بدوا الفريق يستوعبون ان هذه القدرة حقيقية، لانهم عطوه تاريخ عشوائي ما كان في سبب يدفعه انه يحفظ الاحداث اللي صارت في هذا التاريخ بالذات. طبعا هذا ما كان التاريخ الوحيد اللي اختبروه فيه، اختبروه في تواريخ كثيرة، فهو كان يجاوب عليها كلها. كان اول شيء يقول والله هذا كان اليوم الفلاني، يحدد يوم الاسبوع، الخميس، الجمعة، السبت، وبعدها يقول والله في هذا اليوم صار كذا وكذا وكذا. طبعا معظم الاشياء اللي كان يقولها كانت تفاصيل من حياته، شو اكل، شو لبس، شو اشترى، فهذه أشياء ما يقدرون يتأكدون منها. لكن في بعض هذه التواريخ العشوائية اللي كانوا يعطونا إياها كانت شيء أحداث مهمة تصير، أحداث في العالم أو أحداث سجلها الإعلام، مثل سالفة الكوميدية اللي انطردت من البرنامج التلفزيوني. فكل هذه الأحداث اللي كانوا يقدرون يشيكون عليها ويتأكدون منها كانت تطلع صحيحة، ما في شيء يقدرون يتأكدون منه طلع غلط. مثلا في واحدة من التواريخ اللي عطوه إياها عشوائيا قال إن أبوه في هذا التاريخ أو في هذا اليوم باع سيارته، وهذه كانت آخر مرة شافوا السيارة فيها. 19th of September 2008 It was a Friday. I remember my dad was like selling his car. Oh, it's the last time that we saw his car before it got taken. فراحوا وشيكوا وحصلوا ان فعلا السيارة انباعت في هذاك اليوم. حتى مثلا الجو، أوريليان كان دائما يوصف الجو لما يعطونا التاريخ العشوائي، فيقول والله هذا كان يوم مشمس او كان يوم ماطر او كان يوم مغيم، يوصف لهم الطقس بدقة. 30th of May 2007. It was a Wednesday. The weather was quite good that day, but which was quite unusual because it rained pretty much for the whole of that May. فهذه من الأشياء اللي طبعاً كانوا يقدرون يرجعون ويتأكدون منها. فرجعوا شيكوا على حالة الطقس، وكل حالة طقس وصفها في كل تاريخ عطوا إياه كانت صح. فكانوا محتارين كيف هالإنسان يقدر يتذكر كل هالأشياء. فالفريق الوثائقي قابلوا بعد أبوه وأمه. أمه قالت أحياناً أقعد أكلم عن موقف أو رحلة سويناها قبل سنين، فدائماً يصحح لي التواريخ والأحداث، ولما أروح وأفتح مذكرتي أحصل كلامه كله صح. فمن وقتها تعلمنا في البيت إنه خلاص أبداً ما نجادله في أي شيء صار في الماضي. إذا هو قال إنه سوينا شيء بتاريخ معين خلاص نتقبله كأنه حقيقة مطلقة. عشان تراويهم قدراته، أمه جابت مذكرتها وفتحت صفحة عشوائية في المذكرة، وسألت أوريليان عن تاريخ معين قدام الكاميرا، سألته عن يوم 30 أغسطس سنة 2004، يعني خلوا بالكم تاريخ قديم 2004، فقال لها هذا اليوم كان يوم الاثنين، ورحنا فيه لمصنع شوكولاتة. On the 30th of August 2004. I know it was a Monday. Yeah. I know that we went to the Cadbury factory around that time. Yeah, that's correct. So, that's correct. That's exactly what we did. We went to Cadbury World. We stopped in Ross-on-Wye on the day and we had a great day eating chocolate. أوريليان يقول إن عنده القدرة يرجع ويكتب مذكرة يومية كاملة عن حياته، يكتب شو صار يوم بيوم
من ذاكرته. لما الفريق الوثائقي سألوه عن السبب في هالقدرة العجيبة اللي عنده، كان جوابه بكل بساطة انه ما في شيء معين، هذه قدرة طبيعية بالنسبة له، لا عنده لا أساليب خاصة ولا يستخدم أي تكنيك عشان يحفظ الأمور هذه، هي تنحفظ من تلقاء نفسها. الفريق الوثائقي قرروا انهم يعطون أوريليان اختبار جديد، لكن هالمرة الشخص اللي راح يختبره بيكون شخص مختلف. الشخص هذا هو دومينيك أوبراين، بطل العالم في بطولة الذاكرة 8 مرات. ايوه في شيء اسمه بطولة الذاكرة، حتى انا اول مرة اسمع عنه. فهذا الرجل عنده اساليب وتكنيكات معينة اتدرب عليها طول عمره عشان تخليه يقدر يحفظ الاشياء بسرعة خارقة. فدومينيك يقول انه لو جاء شخص وادعى اللي يدعيه أوريليان، لا وبعد يسوي كل هذا بشكل تلقائي بدون ما يكون عنده اسلوب معين للحفظ، فاكيد انه بيشكك في مصداقية هذا الشخص. I can tell within 30 seconds to a minute if someone's genuine or not. Most of the time, they're not able to do what they claim. تخيلوا أن دومينيك عنده رقم قياسي من موسوعة جينيس كأسرع شخص يقدر يحفظ مجموعة بطاقات الورق، يقدر يحفظ المجموعة كلها خلال 43 ثانية بس، يعني خلط له الأوراق وعطهن إياه وبيحفظهن خلال 43 ثانية. خلوا في بالكم عدد البطاقات في مجموعة الورق الوحدة و52 بطاقة، يعني الرجل هذا يستغرق أقل من ثانية عشان يحفظ كل بطاقة، شيء مجنون. فالحين أوريليان راح يختبره رجل فاهم في أساليب وتقنيات الحفظ والذاكرة، وبيحكم بنفسه إذا اللي بيقوله هذا الشاب صدق ولا ادعاء. دومينيك عنده بعد القدرة أنه إذا أعطيته تاريخ معين يقدر يقول لك أي يوم من أيام الأسبوع كان هذا التاريخ، مثل القدرة اللي عند أوريليان. بس دومينيك يستخدم حسابات وأسلوب رياضي، أما أوريليان فلا، يقول أنه يتذكر التاريخ لأن عاش هذاك اليوم، ما عنده حسابات أو أسلوب رياضي. فبعد قعدة وسلسلة من الاختبارات والأسئلة، حتى دومينيك بطل العالم في الذاكرة 8 مرات أقر أن اللي عند أوريليان قدرة مختلفة تماما، وأنها ما ممكن تتصنف كقدرة على الحفظ، وإنما مخه وذاكرته تشتغل بطريقة مختلفة عن الإنسان العادي. So you're convinced, are you? I'm 99% sure. Aurelian is the genuine article. هني خلاص يعني الواحد ما بإيده إلا أنه يصدق شيء يبدو لنا كناس عاديين مستحيل، لكنه بالدليل صار مثبت. طبعا أكيد بعضكم لازال للحين يشكك، فكل اللي أريده منكم أنكم تصبرون علي وتتابعون اللي جاي، في بعد أدلة أقوى وأشياء مجنونة أكثر بنشوفها في هالفيديو. أوريليان ما كان الشخص الوحيد اللي عنده هالقدرة. مع أن أوريليان يقدر يتذكر تقريبا كل يوم في حياته، لكن أحيانا قد ما يتذكر يوم معين على طول، أحيانا يضطر أنه يسترجع حدث أو ذاكرة مهمة صارت خلال هذيك الفترة عشان تكون عنده نقطة مرجعية. لكن قبل ما أوريليان يطلع ويسوون عنه فيلم وثائقي ويشتهر، في امرأة أمريكية اسمها جيل برايس كانت أول شخص ظهر في العالم عنده هذه القدرة. وفي الواقع قدرة جيل على التذكر كانت حتى أقوى من أوريليان. جيل كانت تقدر تتذكر كل يوم بدون ما تحتاج نقطة مرجعية على طول، بس تعطاها تاريخ معين تقول لك شو صار فيه بكل سهولة. If you could stick a camera in my head, then I think everybody would freak out. Like I can see my memories, you know, starting in February of 1980 until now, it's like every day. You can literally remember every day. Mm-hmm. لكن على عكس أوريليان اللي كان إلى حد ما مستمتع بقدرته هذه، جيل كانت تعاني لأنها ما كانت تقدر تنسى. تعرف المقولة اللي تقول لك إن النسيان نعمة؟ نعمة لأن الإنسان محتاج ينسى همومه ويتركها وراه، لكن جيل ما كانت تقدر تسوي هالشيء. فهي تقول يعني أي قرار سيء أتخذه في حياتي أقعد أرجع لورا وأفكر في كل مفترق طرق، أقول لو ما سويت هالشيء فهالشيء ما راح يصير، وبالتالي هالشيء ما راح يصير، لأن كل شيء مرتبط ببعضه. فهي كونها تقدر تتذكر كل شيء وتشوفه في مخها، كل قرار والنتائج اللي ترتبت عليه السلسلة هذه وطريقة التفكير هذه، كانت تجيب لها الاكتئاب. فراحت وشافت دكاترة نفسيين وحاولت تعرض حالتها عليهم، لكن
ما حد منهم فادها، لأن مشكلتها الأساسية ما كانت نفسية، المشكلة أنها ما تقدر تنسى، يعني المشكلة في مخها. وهني يجي دور الدكتور جيمس مكتشاو، عالم وبروفيسور معروف في علم الأعصاب. الدكتور جيمس تعرف على جيل لأول مرة في سنة 2000 وصار له يختبر ذاكرتها من 20 سنة. طبعا أول مرة التقوا فيها الدكتور جيمس كان لازم يختبر حالتها ويعرف إذا اللي تقوله هذا حقيقي ولا مجرد ادعاءات، فجاب كتاب اسمه القرن 20 يوم بيوم. هذا الكتاب مسجل أهم الأحداث اللي صارت في القرن 20 بالتواريخ، يعني من سنة 1900 لسنة 1999، 100 سنة، أحداث مهمة فمعظمها ظهرت في الأخبار والمفروض أنها مرت على جل، وإذا هي فعلا تتذكر كل شيء فالمفروض أنها تتذكر هالأحداث وتواريخها. فالدكتور فتح الكتاب واختار واحد من هذه الأحداث بشكل عشوائي وسألها متى كان هذا الحدث. الحدث اللي اختاره كانت محاكمة للاعب كرة قدم أمريكي معروف اسمه أوجي سيمبسون، اللي كانت محاكمته حدث علني كبير، فالمفروض يعني أنها تعرفها أو مرت عليها في الأخبار، بس طبعا بيكون شيء عجيب إذا تذكرت تواريخ المحاكمة بالضبط. What were the dates of the two O.J. Simpson verdicts? October 3rd, 1995 and February 4th, 1997. وظل الدكتور يسألها سؤال ورا الثاني وكل إجاباتها دقيقة، ما غلطت ولا في إجابة. We had a Concorde plane crash. July 25th. And she was just remarkably accurate. كانت دقيقة في كل إجاباتها ما عدا إجابة واحدة. سألها الدكتور عن حدث صار في إيران سنة 1979 لما مجموعة مسلحة اقتحمت السفارة الأمريكية في طهران واحتجزت موظفين السفارة رهائن. كان حدث كبير فالمفروض أنها تعرف تاريخه بالضبط، فقالت لأن الحدث صار بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1979، لكن الدكتور طالع في الكتاب وقالها غلط. Asked me was when the Iranian hostage situation started, and I told him, and then he told me I was wrong, and I told him I was right, and that went back and forth, and then we found out that, of course, I was right. تخيل السؤال الوحيد اللي غلطت فيه كانت صح، التاريخ في الكتاب كان غلط، فيعني حتى لو واحد متذاكي جو قال إنها حافظ الكتاب، هالشيء أكد إنه لا، هي ما كانت حافظ الكتاب، هي صححت الكتاب. How certain were you you were right? 100%. Why? Because I just was. ومرة ثانية هي ما كانت حافظة التواريخ والأحداث حفظ، ما راحت ودرست وقعدت تراجع هذه الأحداث في ذاكرتها لأنها عاشتها، يعني لو سألتها عن أحداث صارت قبل ما تنولد ما راح تعرف تجاوب، هي تجاوب على الأشياء اللي هي مرت فيها، اللي شافتها في الأخبار أو عاشتها. في سنة 2008 لأول مرة بدأت جيل تطلع في مقابلات على التلفزيون، بدأت تطلع بشخصيتها في الإعلام، ومن هني بدأ ينتشر اسمها وبدوا الناس يسمعون عن هالحالة الفريدة. جيل كانت أول شخص في العالم يطلع قدام الناس بهالقدرة، فلما كانت تطلع في المقابلات كانوا المذيعين نفس الشيء يختبرونها اختبارات مباشرة، يعطونها أحداث مهمة ويطلبون منها تواريخ الأحداث هذه، أو العكس ممكن يعطونها تواريخ ويطلبون منها الأحداث المهمة اللي صارت في التواريخ، وكالعادة إجاباتها كانت صحيحة ودقيقة، بس في مرة من المرات جاوبت إجابة غلط في المقابلة. Princess Grace dies September 14th, 1982. That was the first day I started 12th grade. Oh, wait, September 10th, 1982. سألتها المذيعة عن تاريخ موت الأميرة غريس. أميرة غريس كانت ممثلة أمريكية بس بعدين صارت أميرة على دولة موناكو الأوروبية الصغيرة بعد ما تزوجت أميرها، فالمذيعة سألت جيل متى ماتت الأميرة غريس، فجيل قالت 14 سبتمبر سنة 1982، فالمذيعة فتحت الكتاب وقالت لها لا، ماتت بتاريخ 10 سبتمبر 1982. طبعا في هاللحظات منتجين البرنامج والمصورين اللي كانوا حولهم كل واحد مسك البلاك بيري ماله أو فتح لابتوبه وبدأ يبحث عن التاريخ الصح في جوجل. The book is wrong. What? The book is wrong? Told you. للمرة الثانية جيل تصحح الكتاب، بس هالمرة مباشرة في المقابلة التلفزيونية، فشو الواحد يحتاج دليل أقوى من هذا إن الإنسانة هذه فعلا عندها قدرة تذكر خارقة للطبيعة. I
always explain to people, like, I'm walking around with a video camera on my shoulder, and every day is a videotape. So if you throw a date out at me, it's as if I pulled a videotape out, put it in a VCR, and just watch the day. طبعا الاختبارات اللي سووها المذيعين في المقابلات كانت أشكال وألوان، ما بس اختبروها في أحداث تاريخية. مثلا واحدة من الاختبارات اللي سووها كانوا يفتحوا لها لقطات عشوائية من مسلسلات شافتها، مسلسلات انعرضت قبل 10 أو 20 سنة، وكانوا يسألونها من أي حلقة هذه اللقطة، فتجاوب وجوابها يطلع صح. وما بس تعطيهم رقم الحلقة، تقولهم تاريخ عرضها وتقولهم الأحداث اللي صارت فيها، لا وبعد تقولهم وترى كانت تمطر في هذاك اليوم. الاختبارات وصلت حتى لأغاني المسلسلات، كانوا يشغلوا لها أغنية مسلسل وتقولهم من أي مسلسل، يشغلونها بدون صورة. حتى في مرة جابوا لها أغنية من مسلسل قديم عشان يصعبون عليها، وعطتهم اسم المسلسل مع أن المسلسل انبث بس لمدة 3 شهور لما كان عمرها 11 سنة. We brought one to try to stump her. Blansky's Beauties. No? I've never even heard of this show. Blansky's Beauties aired only 3 months in 1977 when she was just 11. يا جماعة مستوعبين الموضوع؟ تذكر أغنية من مسلسل انعرض بس لمدة 3 شهور لما كان عمرها 11 سنة؟ وأنا ما أذكر شو أكلت أمس على الغداء، ترى والله شيء مجنون. فيعني فعلا هني الواحد يبدأ يستوعب أنه شقد هالموضوع ممكن يكون مأثر عليها نفسيا، هذه مو بحالة طبيعية. Like I still feel bad about stuff that happened 30 years ago. But we all do, and I mean, we can all remember one or two things. It's not one or two things, everything. And I really like live it and feel it. It's uncontrollable. I actually probably should be like in a mental hospital because this is makes me crazy. فعشان تفرغ الطاقة السلبية هذه اللي تتجمع فيها، كانت جل في الواقع تكتب مذكرات يومية، أكثر من 50,000 صفحة مذكرات تكتبهن بخط صغير. البعض هنا قالوا ها معناه تحفظ من مذكراتها، العلماء يقولون مستحيل تحفظ هالكمية حتى لو كانت تراجعها كل يوم، وأصلاً وين تلحق تراجعها كل يوم؟ أكثر من 50,000 صفحة مذكرات قاعدة تكتبها كل يوم من عمر مراهقتها، فكيف تقدر تحفظ كل هالتفاصيل؟ مستحيل، غير أصلاً أن المذكرات مكتوبة بخط صغير وما واضح أبداً، فحتى لو هي رادت أنها تقرأ مرة ثانية بيكون صعب. فكانت كتابة المذكرات هذه مجرد وسيلة لتفريغ الطاقة السلبية اللي كانت تتجمع داخلها لأنها ما قادرة تنسى. This is my journal. It's got everything, everybody, everything. How often do you reread something like the paper? I don't reread any of it. I don't reread these. I don't need to. I don't want to. Right. There's not possible to sit and memorize. I mean, this is just like a smidge of how many journals I have. That would mean that I would just be sitting and spending all my days reading my journals, and that's the biggest that I've ever heard in my life. It's I don't write this to remember. I write it so that I don't go crazy. البعض يعتقد بما أن عندهم هالقدرة إنهم المفروض يكونون شاطرين في الدراسة وحتى مثلاً يقدرون يصيرون علماء، لكن هالكلام غلط. مثلاً جل ما كانت شاطرة في المدرسة، يعني حتى سألوها لو عطيناك قصيدة بتقدرين تحفظينها؟ Does this mean you were good in school? I was not good in school. See, this is inconceivable. You didn't have the ability to take a poem and then suddenly recall it. My memory is autobiographical, so I could tell you my life, but to memorize a poem or monologue was very excruciating for me. الدكاترة والعلماء أطلقوا على هذه الحالة اسم هايبرثايميزيا، واللي معناها فرط التذكر. طبعا مثل ما قلنا جيل كانت أول حالة اشتهرت وانعرفت في العالم إن عندها القدرة الفريدة، بعدها آلاف الأشخاص صاروا يدعون إن عندهم هالقدرة، لكن بعد الاختبارات اللي أجروها العلماء حاليا بس في 62 شخص في العالم كله تم تشخيصهم ان عندهم هذه الحالة، اشخاص من دول مختلفة حول العالم، بعضهم تسلطت عليهم الاضواء واشتهرت اسمائهم في الاعلام. طبعا قوة الحالة بينهم تتفاوت من شخص للثاني. عجبني هالتعليق، واحد كاتب: موضوع مشوق، زوجتي عندها نفس الحالة لكنها بس تشتغل لما انا اسوي شيء غلط. حلوة، حبيت. المهم للأسف للحين العلماء ما اكتشفوا السر وراء هذه القدرة العجيبة. سووا فحوصات كثيرة بالأشعة لمختلف أصحاب الحالة هذه، سووا أشعة على أدمغتهم، والنتائج كانت أن عندهم أجزاء من المخ نشاطها أعلى من المخ العادي، خصوصا الأجزاء المتعلقة بالذاكرة واسترجاع الذكريات، وكان في جزء معين من المخ اسمه النواة المذنبة كان عندهم أكبر من البشر العاديين ب7 مرات. لكن ما كان في سبب واضح ليش هالجزء أضخم، هل هي مجرد طفرة جينية؟
الله أعلم. البحوث في هذه القدرة العجيبة بعدها مستمرة لليوم، والعلماء يأملون أنهم في المستقبل ممكن يوصلون لنتائج مفيدة، مثل أنهم يحصلون علاج لأمراض الذاكرة مثل الزهايمر. إن شاء الله يقدرون يوصلون لشيء مفيد. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا. لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع سابقة رهيبة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي، ومع السلامة.